انا مقيم تونسي نعيش في اسبانيا، جيت جاروك الجزائر لهنا، لقيت تسهيلات ما شاء الله بارك الله. نشجع كل التوانسه يروح الجزائر، وان شاء الله ديما مبسوط مريقين الخير لهنا، فرحوا بينا وربي يبقي عليكم الستر يا خويا. خوا خوا 1 2 3 في بارسيلي تونس، ونمشي ديما الجزائر. عندنا حبايبنا واصحابنا وبنتي مع صغاتي، ونحنا نساب واخاوة والجزائريين باهيين معنا، وبلاد سياحيه نمشوا نحوسوا. الحمد لله من فضل ربي ونعم الناس ونعم التربيه والاخلاق، المعاملات حسنه بالقدا، خدمات ما شاء الله كما في تونس كما في الجزائر، ونحن خاوه خاوه. من باتنا مالك نفوت المركز هذا، يعني بزاف انا نفوت عليه مليح، ما نقولوا احترامي كما نقولوا، ما فيش مشاكل بزاف. الوقت فوتوا على الوقت كما نقولوا معدود نورمال كما نقولوا، لا باس انا مدة انا فوت منه، عندي بزاف انا فوت عليه، مركز لا باس به الحمد لله. استقبال مليح تاع من مركز الشرطه من مركز ديوانه. السلام عليكم. انا ساكن في فرنسا، في الجزائر في بسكرة، جاي فاكونس شهرين، واني جاي فاكونس تونس كنت على راس العيون ديوانا ما شاء الله 5 مينوت يمو بخي ان شارج بارك الله فيكم. صحيح تونسي تجي للجزائر كل شهرين، نجي انا للسياحة، نجي منطقة تسمي المنطقة منطقة الجزائر، منطقة الجزائر العاصمة، نجي للاستيف نحوس. الله يرحم والديهم لهني العوان، الله يرحم والديهم، فرحين بينا مريقلين معنا، الله يرحم والديهم، واحنا اخوه كي تونس كتزاير، الله يرحم والدين والديهم. تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد وتعليمات السيد اللواء المدير العام للجمارك، اتخذت مصالحنا بالمركز الحدودي بوشبكه جمله من الاجراءات التسهيليه، حيث تم تخصيص رواق اخضر مخصص للمعالجه الجمركيه للمسافرين من ابناء الجاليه الجزائريه مقيمين بالخارج، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات. كذلك تم تعميم على مستوى هذا المركز كل التسهيلات الجمركية التي أقرتها المديرية العامة للجمارك كسند العبور الإلكتروني OTPD والتصريح بالعملة الإلكترونية، وهذا تسهيلا للمسافرين من أجل تقليص مدة مكوث والمعالجة الجمركية للمسافر على مستوى المركز الحدودي بوشبكة. بداية نتطرق إلى التسهيلات الجمركية الممنوحة للمسافرين في موسم الاصطياف 2024. أقرت المديرية العامة للجمارك بمناسبة التحضير لموسم الاصطياف مجموعة من التسهيلات الجمركية، والتي تهدف إلى ما يلي: ضمان انسيابية أكثر لتدفق المسافرين عموماً وجاليتنا المقيمة بالخارج بصفة خاصة، وخاصة أن موسم الصيف لهذه السنة تزامن وعيد الأضحى المبارك، وكذلك حركة حجاجنا الميامين إلى البقاع المقدسة. تتمثل هذه الإجراءات في تخفيف الإجراءات الجمركية وتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين، وهو ما يضمن تقليص مدة المعالجة الجمركية إلى أقصى وقت ممكن.